اهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واللي فاز على فريق الشباب مواليد 2005 بنتيجة 6-1 في المباراة الودية الثانية اللي أقيمت بينهم على ملعب النادي في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري. لعيبة في فريق البنك الأهلي رجعوا للتدريبات الجماعية تحت قيادة طارق مصطفى عقب الراحة السلبية واللي حصلوا عليها لمدة 48 ساعة استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وبيسعى المدير الفني لاستغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء الدفاعية. كمان امبارح قاد تامر مصطفى المدير الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر المران الاول له عقب توليه المهمه بشكل رسمي استعدادا لاستئناف مباريات بطوله الدوري المصري الممتاز والكونفدراليه الافريقيه. كمان الفريق الاول بالنادي المصري لكره القدم بدا استعداداته داخل معسكره بالكليه الحربيه، وده لمواجهه فريق الجونه في الدوري، وده بعد الخروج من نصف النهائي ببطوله كاس رابطه الانديه المصريه لكره القدم امام طلائع الجيش. ومحمد عبد المنعم مدافع الاهلي وجه رساله لدعم محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك بعد تعرضه لاصابه بقطع في الرباط الصليبي للركبه، وكتب عبد المنعم على حسابه على انستغرام: الف سلامه عليك يا اخويا، قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله ترجع احسن من الاول باذن الله، راجل طول عمرك وواثقين انك هترجع اقوى من الاول ان شاء الله. محمود حسني لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال وزن 102 كيلو جرام حقق الميدالية الذهبية بمنافسات الخطف وفضيتين للكلين والمجموعة ببطولة أفريقيا والمقامة في مدينة الإسماعيلية، وحقق ياسر أسامة فضية للخطف وذهبيتين النطر والمجموعة بنفس الوزن. منتخب كرة السلة رجال هيسافر لقطر يوم 14 فبراير الجاري للمشاركة في بطولة الدوحة الودية واللي هتقام في الفترة من 15 ل 18 فبراير بالدوحة. بكرة ماتش نهائي أبطال آسيا بين قطر والأردن، وكمان مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة الأمم الأفريقية بين جنوب أفريقيا والكونغو، وبعد بكرة النهائي بين نيجيريا وكوت ديفوار. خلونا نتكلم عن كواليس الماتشات دي مع امير نبيل الناقد الرياضي. صباح الخير يا فندم. صباح النور استاذ لميا، تحياتي ليك ولكل المشاهدين. اهلا بيك. وشايفين ازاي او حضرتك شايف ازاي نهائي بطوله اسيا بكره بين قطر والاردن؟ مفيش شك طبعا، يعني يمكن النهائي الاول العربي الخالص ما بين منتخبين عربيين طبعا منذ نسخه 2007 اللي جمعت ما بين المنتخبين السعودي والعراقي، وكان فاز فيها المنتخب العراقي وتوج بلقب البطوله. الحقيقه مشوار هايل للمنتخبين القطري والاردني، يمكن المنتخب الاردني صاحب الانجاز الكبير ووصول لاول مره في تاريخه لهذه المرحله من البطوله، يمكن كان اقصى انجازاته وصول دور الثمانيه، ولكن وصل في هذه النسخه باستحقاق تام الى البطوله. ايضا نفس الشيء بالنسبه للمنتخب القطري. صحيح الماتش اللي فات يعني كان مسيطر من اول الماتش لاخره. صحيح، يعني وقدم مباراه كبيره جدا امام منتخب وهو منتخب كبير، منتخب كوريا الجنوبيه، واللي يمكن كان تقابل قبل كده معاه في دور المجموعات وانتهت المباراه بالتعادل بصعوبه لصالح المنتخب الكوري الجنوبي، عشان كده في شخصيه كبيره في هذه النسخه من البطوله للمنتخب الاردني بقياده المدرب المغربي الحسين عموته. الحقيقه يعني بيقدم اداء هايل، وعدد من اللاعبين يمكن قدموا مستويات مذهله، موسى التعمري، يزن النعيمات، وكثير من اللعيبه اللي خطفوا الانظار في هذه البطوله تحديدا، فبالتالي المنتخب الاردني الحقيقه اذهل الجميع بهذا الاداء الكبير. نفس الشيء بالنسبه للمنتخب القطري صاحب الارض والجمهور اللي يمكن ايضا تخطى منتخب ايران، وهو احد المنتخبات اللي ايضا اللي بتقدم مستويات كبيره دايما في البطولات الاسيويه، ولكن تبقى عقده الدور نصف النهائي بالنسبه لمنتخب ايران مستمره، ويبقى المنتخب القطري عنده طموحات في الحفاظ على لقب البطوله اللي حققه في نسخه 2019، وبالتالي مواجهه كبيره بين منتخبين عربيين. المهم بالنسبه لنا اللقب يظل عربيا، ودي حاجه جيده للكره العربيه بعد خروج عديد من المنتخبات العربيه في الادوار السابقه من البطوله الاسيويه. المنتظر نهائي يبقى كبير، منتظر نهائي يبقى مثير ما بين المنتخبين العربيين. اعتقد ان احنا هنشوف كره حلوه زي ما مشوار المنتخبين في البطوله يعني حمل من ملامح جميله وصولا الى المباراه النهائيه. صحيح، خلينا بقى ننتقل لافريقيا ونشوف تحديد المركز الثالث شايفه ازاي.
يعني هي بالتأكيد بتبقى يعني تحمل نوع من الإحباط شوية ما بين المنتخبين اللي بيخسروا في دور نصف النهائي. منتخب جنوب أفريقيا خسر بركلات الترجيح بسيناريو صعب أمام نيجيريا، سيناريو مثير. نفس الشيء بالنسبة لمنتخب الكونغو الديمقراطية اللي خسر أمام صاحب الأرض وجمهور منتخب كوت ديفوار. وبالتالي يعني أقصى تعويض المنتخب الخاسر بيحاول إن هو يحصل عليه في هذه البطولة بعدما فشل في التأهل النهائي هو الوصول للمركز الثالث. منتخب جنوب أفريقيا يمكن منذ يعني نسخة 96 ثم 98 اللي وصل فيها للنهائي، 96 حصل على لقبه الوحيد ثم 98 خسر في النهائي امام منتخبنا المصري. بالتاكيد يسعى منتخب جنوب افريقيا على الاقل ان هو يخرج بالمركز الثالث. ايضا منتخب الكونغو الديمقراطيه اللي كان في جوابته لقبين سابقين في اوقات سابقه بيحاول ان هو ايضا يبقى على الاقل ثالث الترتيب. بالتاكيد بيبقى في اعتبارات كبيره لاعتبارات كثيره لهذه المباراه من حيث المجهود البدني، من حيث الجاهزيه، من حيث الاستعداد. ايضا العوامل المعنويه بيبقى ليها دور في هذا النوع من اللقاءات. وبالتالي ممكن نشوف ان احنا نشوف مباراه كبيره ما بين المنتخبين، لان الاثنين الحقيقه قدموا مشوار مميز جدا وصول هنا المباراه النهائيه وتدرج كبير في المستوى وصولا للافضل في المراحل الاقصائيه من البطوله. النسخة الحالية من البطولة المرة دي فيها مفاجآت وكرة حماسية، مفاجآت كتيرة جدا. شايف المباراة في الثالث والرابع هتكون كده فعلا ولا الفرقتين خلاص فقدوا الشغف؟ هو زي ما بقولك يمكن في كتير من النسخ السابقة بتبقى فيها حالة من فقدان الشغف شوية بالنسبة للمنتخبات، ولكن تحديدا منتخبي نيجيريا منتخبي عفوا جنوب افريقيا والكونغو الديمقراطية يمكن كان عندهم دوافع كبيرة للوصول للنهائي وكتابة التاريخ. عندهم الاثنين خبره من الالقاب، حتى ولو لقب واحد بالنسبه لمنتخب جنوب افريقيا ولقبين لمنتخب الكونغو الديمقراطيه، ولكن حتى على مستوى الاداء ومستوى اللاعبين في كل منتخب كان في مستوى كبير جدا من كثير من اللعيبه في المنتخبين، وكثير اثبتوا نفسهم بشكل جيد. ايضا مدربه كلا المنتخبين سباستيان صابر بالنسبه لمنتخب الكونغولي وبروس هوجو بروس بالنسبه لجنوب افريقيا، عندهم برضو فكره الحصول على المركز الثالث، والمركز الثالث الشرفي ممكن تبقى دافع اكبر لان هو ينهي البطوله بشكل جيد، خاصه ان يعني الاداء اللي قدمه كل منتخب طول فتره البطوله ممكن يبقى حافز قوي ان هو يتغلب على فكره احباط عدم الوصول للمباراه النهائيه، ويديهم دافع ايضا اضافي ان هو يختم البطوله بشكل جيد خاصه بعد المشوار المميز لكل منهم. طيب على ذكر المباراه النهائيه، يعني بتشوف المباراه النهائيه ازاي هتكون بين نيجيريا وكوت ديفوار يوم الاحد؟ بالتاكيد طبعا مواجهه قويه جدا، هي المواجهه اللي يعني مكرره ما بين المنتخبين على مستوى النسخه الحاليه من البطوله، لتاسع مره بتحصل مواجهه مكرره في البطوله، يعني منتخبين يلتقوا مرتين في نفس مشوار البطوله. يمكن المنتخب الاجواري كان خسر في مباراته الاولى ضد منتخب نيجيريا بهدف دون رد، كان هدف من ركله جزاء سجله ويليام تراست ايكونغ المدافع وقائد المنتخب النيجيري. اجمالا على مستوى تاريخ المواجهات يتفوق المنتخب النيجيري في مواجهات كاس الامم الافريقيه، 7 مواجهات ما بين المنتخبين، 4 انتصارات نيجيريا، انتصارين لكوت ديفوار وتعادل وحيد. فبالتالي مواجهه تبقى مش سهله على صاحب الارض والجمهور، هيحاول فيها ان هو يرد الاعتبار لنفسه ولجماهيره ويحقق الفوز. منتخب كوت ديفوار زي ما احنا عارفين انه عاد من بعيد جدا، كان خارج حسابات البطوله بعد الخساره الكبيره امام جينيا الاستوائيه برباعيه نظيفه اللي خلت حسابات التاهل بالنسبه له صعبه جدا جدا، ولكن يعني في شبه معجزه تاهل المنتخب الايفواري ضمن افضل توالد. المنتخب النيجيري الحقيقه بعد التعادل الاول امام جينيا الاستوائيه البعض بدا يشكك في قدره هذا المنتخب على مواصله المشوار، لكن الحقيقه كان رد الفعل كبير جدا من هذا المنتخب بقياده البرتغالي جوزيه بيزيرو، وقدر ان هو من مباراه لاخرى يقدم مستويات كبيره ويقدم قدره اللعيبه على يعني اللعب بجمعيه كبيره جدا واداء مميز. يمكن المنتخب النيجيري اقوى دفاع
في البطوله بشكل كبير، وقادر ان هو يمكن ما استقبلش الشباك وجاب هدفين من بدايه البطوله. ده يعني امر يدل على قوه الدفاع ايضا في التحولات الهجوميه منتخب نيجيريا، بوجود افضل لاعب في افريقيا طبعا فيكتور اوسيمين، بخلاف العديد من اللاعبين ايضا المميزين شيمون موزيس، اليكس ايوبي، لوكمان، ويعني يمكن قادر ان هو يشكل خطوره كبيره على المنتخب الاغواني. مثلا لما تبقى المواجهه مكرره بيبقى المنتخبين كتاب مفتوح لكل منهما للاخر. تمام، بشكرك شكرا جزيلا على تحليلك وشرحك الوافي على البطولتين سواء اسيا او افريقيا.